حنخش على اسفلت الالواني والامور مرتاحه. البلد دي بلد نايبه، ممنوع حد يخش يلعب فيها. دي بلدي انا وبلد عيالي وبلد احفادي، وانا كفاءه بيها. اللي معاه لعب لسه عيال صغيرين حنكتب بالقاف يروح يلعب في بلاده. بلاده مش لاقيه ميه تشرب، وطول النار بنودي لها عربيات. ما ركبتش لمبه في عمود يا حقي، عيب الكلام ده، احنا مش عيال صغيرين. العطوان اتسلمت وخلصت، ورجالتها كفاءة فيها 700,000 راجل واقفين، والموضوع خلص. يلا يا شاطر العب بعيد. راجل عيب، ده احنا جينا طالع لنا سنتين واحنا رجنا ناس يا راجل عيب. ده احنا لحد ما وصلناها 45 مليون رجنا نشر. والناس ورقه زفرة طب لحد ما اخذ الدور يقعد 3 شهور. طب احنا تلاميذ. عيب كده، ده ما ركبش لمبه في بلدهم. عيب كده، دي بلد نايب ودي بلد عيالي وبلد احفادي. ولا هيجي هنا في حضربه بالجزمه حضربه. بس والوحده الصحيه حجي بالمره. الوحده الصحيه يا اخواننا استلمها الجيش امبارح بتكلفه 33 مليون جنيه، ودخلت منظومة الصرف الصحي. يعني هتبقى 5 أدوار التأمين الصحي، وهتبقى فيها 3 دكاترة طول النهار، و6 ممرضات، وأجهزة قلب وأشعة ورنين. كله ده إن شاء الله هيتسلم قبل شهر 5. تأمين شامل. تأمين شامل. 33 مليون جنيه لوحدة صحة العطواني. حياك يا حجي. يلا ألف مبروك على أصحاب البلد. مبروك عليك يا نايف. اطلع من هنا استلم من هنا. المية لو قلنا دلوقتي صار في مية مع بعض مش هينفع. هنطلع من هنا عند جايبة اعتماد ب 8 مليون جنيه تقوية المرشح اللي في المحطة. نخلص بس نبدا من هنا وبعدين نبدا من هنا. تمام. والف مبروك عليكم يا رجال. الف مبروك. الحمد لله. مش هنخلي ولا شارع الا ما ندخل له مواسير. المقاول عايز 10 مليون ثاني حجبته، عاوز 5 مليون ثاني حجبته. عايز امتدادات، عايز اي دعم معاك. ان شاء الله خير. دي بلدي يا راجل. بعد طريق نشوف مليون عندها. طالع ما مخليها رئيس مصر. عند احمد الكوبس. 10 مليون. خلي بالك مباشر والله يا حبسه. ما خليت راسك وزر ولا خليت تريح فيه. وفي الاخر بورقه صرف صحي العضون. ما يا عم التهريده، ما احنا كبرنا على الحكاوي دي. خلاص كبرنا. عيب عيب، انت مستغير. عيب، روح اعمل في بلدكم. عيب، انت معاك نايبه ونايبه قليله ادب ولسانها طويل. عيب، بدل ما افرج عليك الناس. حبيبي عجل. حبيبي عجل. حبيبي باشا. ده مباشر يا اولاد. لا لا الحج تليفون الحج ومباشر. مباشر اللي كانوا بينتقدوا. أيوة. يشكروا بس عايزين نشوف اللي كان بينتقد يا استاذ احمد الشيخ يشكر. اكيد وانت فاهمني كويس خالص، اكتر واحد فاهمني كويس خالص. احنا عيال بلد، البلد دي عيال بتاعت احفادي وبتاعت عيالي. مش هسيب اي حد يدخل لو على جثه. ما حدش هيدخل. غلط، روح العب لك لعبه ثانيه يا شاطر. ما يجراش. يلا شاير واعمل خير يا عم.